بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. استهل الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. بدأ الكتاب بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه ابتدى الصحيح بهذا الباب عشان يأتي بالأدلة على أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويسوق الأحاديث الدالة على ذلك، بما أن موضوع ومضمون الكتاب هو خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول حديث رواه الإمام البخاري رواه عن شيخه الحميدي، قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل كده إنه الحكمة من وراء بدء الإمام البخاري بهذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، اللي هو أصلا مضمونه أو موضوعه ملوش علاقة ببدء الوحي، هو صدر يعني في بداية الباب، وهو باب يعني كيف كان نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدر الباب، ابتدى الباب بحديث إنما الأعمال بالنيات. فطبعا عنوان الباب ملوش علاقة بقضية النية وتحرير القصد للمولى سبحانه وتعالى، وإنه الجزاء على أعمال العباد على ما على حقيقة ما يقصدون بنواياهم، إلا إن الإمام البخاري أراد أن يعلن أن قصد نيته من هذا العمل إنه اللي هو الجامع، تأليفه للجامع الصحيح، إنه ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني هو ألف الجامع الصحيح مرضاة لله تعالى وطلبا في التقرب إليه جل جلاله. يعني الإمام البخاري يريد الثواب والأجر من الله تعالى على عمله بالقصد الحسن عن طريق تحرير النية لله تعالى، لأن العبد بيحرم من ثواب العمل إذا قصد به غير المولى سبحانه وتعالى، وبيعطى الثواب الجزيل. يعني أي إنسان بيعطى الثواب الجزيل على عمله الصالح حتى لو كان عمله الصالح ده عمل عادي. يعني مثلا لو واحد دخل ينام بدري ونيته في إنه ينام بدري عشان يلحق صلاة الفجر، فيأخذ على هذا العمل الطبيعي، النوم ده عمل طبيعي، لكنه نام بقصد العبادة والمحافظة على أن يدرك صلاة الفجر على وقتها، أو حتى بيأكل ليتقوى على زي طعام السحور، نطعمه وإحنا بنأخذ هذا الطعام نتقوى به على أداء عبادة الصيام تاني يوم، فيصير العادة الطبيعية اللي هي الطعام الإنسان بيأكله بقصد أداء عبادة أو بقصد التقوي على القيام بسائر العبادات عمل عادي، لكن نيتي أنا حولت العمل العادي ده إلى عمل يأخذ الإنسان عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى. وده كانت الحكمة من إن الإمام البخاري صدر كتابه وبدأ واستهل الكتاب، واستهل
بالباب الأول اللي هو كيف كان نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يتكلم عن أحاديث الخاصة بالوحي بدأ الباب بقول بنقل حديث وبرواية الحديث عن شيخه الحميدي بإسناده إنما الأعمال بالنيات، عشان يقول لابد من تحرير النوايا، وإنه أنا بدأت هذا العمل وأنا أحرر القلب مما سوى الله وأقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وفعلا هي تجلت نية الإمام البخاري مما أفصح عنه حول مقصود نيته من صحيحه. يقول رحمه الله: وجعلته، أي الجامع الصحيح، وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى. يعني أنا بيقدم وبيتكلم عن الصحيح الجامع الصحيح اللي ألفه، وقال أنا جعلت الجامع ده حجة بيني وبين الله تعالى. يعني عايز الإمام البخاري يفوز من وراء هذا العمل بمرضات الله تعالى، وإنه هذا العمل وهو الجامع الصحيح يكون سبباً لدخولي إلى الجنة. ولما بتفتح الصحيح وبتجد الحديث ده في بداية كتاب الإمام البخاري، وتبص تجد إن أول شيخ روى له الإمام البخاري أو روى عنه الإمام البخاري في الصحيح هو الحميدي عبد الله بن الزبير، أو عبد الله بن الزبيري الحميدي القرشي، الحافظ، الفقيه، شيخ الحرم، شيخ الحرم المكي. روى عنه الإمام البخاري حديث النية، هذا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه في تقدمة الكلام عن ما هو أو أول ما روى وروى عنه في الحديث في كتابه الجامع الصحيح. وطبعا لأن احنا بنحاول مع حضراتكم نعرض منهج الإمام البخاري في تأليف الجامع الصحيح ودقة هذا العالم الجليل في ترتيب كل حاجة هو بيرتبها في الجامع الصحيح، مش بيرتب كده، لا، ده عامل منهج. يصدر الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، ويكون بيروي الحديث ده عن شيخه الحميدي. والسبب في تقديمه للرواية عنه ما يجب طبعا في له من الإجلال والإكبار من بين شيوخ الإمام البخاري، لأن الإمام الحميدي قرشي، فأراد البخاري أنه يعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، كما أخرجه الإمام البيهقي، وهي علة سياقته للحديث كمان مختصرا، أنه يأتي بالرواية كما شاهدناها في الجامع الصحيح. ولمن أراد أنه يطالع ذلك عليه أن يعود إلى نسخة الجامع الصحيح ليرى ذلك بوضوح. ومن المعاني الخفية التي أرادها الإمام البخاري من سياق هذا الحديث بإسناد شيخ الحميدي، إن في هذا الإسناد تصريح من كل راوي بأنه سمع الحديث من شيخه. يعني طبعا ده منهج الإمام البخاري الدقيق واللي تميز به عن غيره. يعني قول الإمام البخاري في بداية الصحيح حدثنا الحميدي، يعني حدثه شيخ الحرم الحميدي وبلغوا الحديث ده بإسناد شيخه المذكور في أول الصحيح، لما بيقول حدثنا الحميدي، مين اللي بيقول؟ الإمام البخاري، وده شيخ الإمام البخاري، وهو ينقل عن شيخه ما رواه عنه. وبعدين قال حدثنا سفيان، قال الحميدي حدثنا سفيان. سفيان يعني حدث الحميدي بهذا الحديث شيخه سفيان بنفسه. يبقى كده البخاري حدث عن شيخه الحميدي، والحميدي حدث عن شيخه سفيان. يعني دول شافوا بعض كلهم، ما فيش واسطة في النص،
بين الراوي وبين شيخه. وبعدين سفيان كمان قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى يعني حدث سفيان بشيخه يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الحديث، وهكذا قال يحيى ابن سعيد الأنصاري أنه أخبره محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي سمع بنفسه من علقمة بن وقاص الليثي إنه سمع مباشرة من سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فالإمام البخاري ابتدأ الحديث بشيخه القرشي الإمام الحميدي عشان يثبت، أراد أنه يثبت أن الأصل في الرواية هو التصريح، أن الراوي يبقى سمع شيخه، يبقى الأصل في الرواية هي التصريح بسماع الراوي الحديث من شيخه، وهكذا بالسند المتصل إلى الصحابي ثم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أراد الإمام البخاري أنه يدل ويؤكد ويشير إلى المنهج اللي اعتمده في الجامع الصحيح، وهو إن كل راوي بيروي عن شيخه اللي قبله ولازمه وتعلم منه، ويبقى الأصل في الروايات داخل الجامع الصحيح في الخاصة بالحديث كلها كده، الراوي التقى بشيخه وشيخه ذلك كان مريدا لشيخه فهو كمان نقل عن شيخه، وهكذا بالسند المتصل، مفيش قطع في هذه السلسلة في السند. والحقيقة هيكون لنا وقفة عند هذه المسألة بدقة أكثر مع الإمام البخاري إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ورحم الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث الشريف الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكل أحبابنا مشاهدي قلوب عامرة. نذكر حضرتكم سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. ناخد أول سؤال معنا. أستاذة وفية، أهلا بيك، اتفضلي يا ست الكل. أيوة ممكن بس عايزين التلفزيون. أمين. نوطي بس التلفزيون. اشكري الأستاذ اللي بيرد عليا، اشكريها. مين رد على الأستاذة وفية؟ أستاذ سيد القبلاوي نشكره على الهواء. اتفضلي يا أستاذة وفية. اتفضلي. السؤال الأول إن أنا بصوم أيوة. اثنين وخميس، فالأستاذ بقى بتاعي بيقول ما تصوميش، يعني انت بتاخد علاج. انا بجوع ولا بعطش، ربنا مقدرني. هل الطبيب منع حضرتك من الصيام؟ المفروض ان انا استأذنه، بس تقدرهوش عشان هو بيقول ما تصوميش، حرام عليا ولا انا حاجة. انا بس الاول، اول سؤال، هل حضرتك الطبيب منعك من الصيام؟ لا 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 لا. طيب سؤال، انت الصيام ده قضاء ايام عليكي ولا تطوع؟ لا بصوم الاثنين والخميس على طول ان شاء الله. تطوع يعني. تمام، حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني ان الحاج بيروح القهوه وانا بمنعه، الدكاتره برضه محرجين عليه ما يشربش الجوز. ايوه. حرام عليا ولا مش حرام عليا؟ طيب انت بتحاولي توجهيه يعني بطريقه يعني ما تزعجهوش وكده، ولا بتقلب خناقه عشان حضرتك بتسمعيني من لا هو راجل طيب، راجل طيب، بس انا بقى مش حابه ان هو ياخد ما يشربش الجوز عشان هو غلط عليه، عشان ما تاذيهوش. ايوه حاضر حاضر يا ست وفيه. في حاجه ثالثه؟ شكرا. ست ام احمد،
السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد ربنا يطمن عليك. امين يا رب. امين. بصي حبيبتي، انا في واحدة اختي يعني خدت مني مبلغ وادتني قصاد غويشة، تمام؟ الغويشة نفس المبلغ اللي هي كانت طالباه، يعني هي وزنت الغويشة وقالت لي مثلا دي جايبة 10 مثلا. فانا اديتها ال10، الكلام ده من سنه. وقالت لي لو انا ما قدرتش اسد لك ال10 يبقى الغويشه حلالك. فهي دلوقتي ما قدرتش تسد المبلغ ولسه مكلماني وقالت لي الغويشه حلال عليكي. طب الغويشه جابت اكتر من ال10 اللي هي كانت واخداهم. بس وقت ما هي انت حضرتك هي اديتيها انت مبلغ كان ساعتها بيساوي بالجرامات ثمن الغويشه بالظبط. حاضر. فهي دلوقتي الغوشه جايبه لي اكتر لان الموضوع بقى له سنه. تمام طبعا. تمام. فانا دلوقتي لما انا وقت محتاجه ابيع الغوشه عشان انا عايزه فلوس. فدلوقتي المبلغ الزياده ده انا من حقي ولا من حقها؟ حاضر. فانا بقول من حقي، جوزي بيقول لي لا ده هي كده ليها فيه. حاضر حاضر. ربنا يسعدك. امين يا رب. امين اجمعين، احنا وحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. استاذه شيرين. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، اتفضلي يا فندم. بقول لك جارتي واحده صاحبتي يعني جارتها توفت يعني، بس هي ست كبيره وكانت مسنه وتوفت بقالها كام يوم وكانت شايله معاها 1000 جنيه. وشايله ايه؟ وال 1000 جنيه دول ولادها هم يعني ولاد الست اتخانقوا تاني يوم الميت وبيقسموا الشقه وكده. بيقسموا في الشقه بتاعتها. فهي راحت يعني هي خافت، بتقول ولادها بيشربوا مخدرات وكده فخافت وقامت رايحه مديها ال 1000 جنيه دي لبنت بنتها مش لولادها يعني. فقلت لها لا انت كده حرام عليكي، المفروض كنت تديها لولادها لان دي يعتبر من الورث. هي خافت يعني يتهموها يكون انه معاه ان هي لقت تكون لقت حاجات اكتر يعني. ما هي بتقول لي كده، بتقول لي انا خايفه اروح اديهم يقولي لا ده هي كانت شايله معاكي اكتر مش اقل. فبتقول لي وانا خايفه منهم لان يعني هما مش سلوكهم مش ملتزم. تمام. فبتقول لي اديتهم لبنت بنتها وقالت لها اعتبري ان انت ما خدتيش مني حاجه وانا اديتك حاجه، هي بتقول لي ستك كانت شايلهم معايا وانا ماليش دعوه. طيب حاضر. هي عايزه تعرف ده يعني كده مصير الوضع اللي عملته ده ايه وضعه. تمام تمام ماشي. يا استاذه شيرين في حاجة تانية؟ لحضرتك حاجة، يا بنتي عندها 5 سنين وبتحب تسمع حضرتك جدا. يا حبيبتي بوسيها لي وربنا يبارك لك فيها ويجعلها من أهل القرآن يا رب. يا رب يجعلها من أهل القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وإقراء وعملا وإخلاصا يا رب. اللهم أمين أجمعين والجميع ذرياتنا إلى يوم الدين. ست أم ياسر يا كريم. يا ست ام ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله يا ست ام ياسر، اتفضلي. انا بحبك في الله قوي والله. يا ستي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا على محبته دائما ابدا. ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك من علمه يا رب. امين يا رب. امين امين. لو سمحتي انا اعوذ بالله من كلمه انا كان عندي ابن كده حابب يرتبط بواحده يعني. فالواحده يعني كان فيها اعتراض في البيت مني ومن بابا ومن كل الناس. عشان هو صغير شويه في السن وعشان ظروف ثانيه برضه مش حابه اتكلم فيها. بس مع الوقت نفسيته تعبت قوي وبالمشاوره والكلام حاول يقنعنا كده ان هو مبدئيا بس احنا نساعده بالموافقه، وهو مع الوقت لو احنا لاحظنا ان في حاجه في المشوار مش عجبان ممكن هنا ناخد موقف. فسألت أكتر من حد يعني الآراء كلها جمعت على إن المفروض إحنا برضه نحتويه وما نهاجمهوش وحاجات زي كده. فمع الوقت طبعا كان في طبعا مشادة قبل المشوار ده بفترة كده. بابا حلف يمين بالطلاق إن المشوار ده مش هيتم لو هي آخر واحدة في العالم. بس مع الوقت بقى ومع اللي قلته لحضرتك طبعا إيه رجعنا كلنا بقى إيه نبتدي نبص الموضوع بشكل تاني. طيب دلوقتي في يمين طلاق. طبعا انا خايفه يكون في حرمانيه. طبعا يعني لو في كفاره لو في حاجه عشان برضه ايه عشان موضوع اليمين اللي الوالد حلفه وبعد كده رجع في الحلف بتاعه. حاضر يا سيدي. هو ما زال لسه
كلام، يعني هو ما زال ما فيش حاجه تمت برضه. بس طبعا انا اللي هاممني من المشوار كله يمين الطلاق اللي انه لو حصل انه تم الموضوع يبقى احنا عندنا في يمين طلاق عايزين نتحلل منه. حاضر يا ست ام ياسر، شكرا. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والتيسير. اللهم امين. اهلا بحضراتكم. ست وفية لها سؤالين. أول سؤال بتقول إنها بتصوم دايما الاثنين والخميس، هي بتاخد مجموعة من العلاجات، الطبيب مش مانعها من الصيام، لكن زوجها وهي بتصوم نفل، مش بتقوم بقضاء دين عليها سابق، ولكن الزوج بيمنعها من الصيام عشان هو خايف عليها. طبعا الأمر بيخضع لو في مسألة الصيام إن أنا ما صومش أو أصوم المبدأ، يعني بيخضع ليه الطبيب. فإن أذن الطبيب لحضرتك بالصيام وما كانش أصلا هو منعك، مش قايلك لا خطر عليكي أو غلط إنك تصومي، ففي الحالة دي مخالفة الطبيب في هذا الأمر، إن الإنسان ساعتها بيلقي بنفسه إلى التهلكة. أما بالنسبة لمسألة إذن الزوج، فطبعا إذن الزوج في مطلق النفل مطلوب. يعني ايه مطلق النفل؟ يعني اللي انا بتطوع بيه في الصيام، انا بقى متعوده اصوم اثنين وخميس والثلاثه القمريه فده النفل اللي انا بصومه ده لابد ان ياذن فيه الزوج لزوجته. طيب في الحاله بتاعت حضرتك الزوج الكريم هو خايف عليكي من لانك بتاخدي ادويه وكده، فلا بد، يعني هو مش بيمنعك لأجل حقه عليك، ولكن بيمنعك عشان هو قلق انك بتاخدي أدوية، خايف من كتر الصيام عليك. فتوصلي ايه تقولي له، يعني تفهمين ان انت الصيام مش بيتعبك طالما ان الطبيب مش منعك، وربنا يبارك فيه. بالنسبة لزوجك انه بينزل القهوة وبيشرب بقى المدخنات والحاجات دي، فانت مش عايزاه يشرب عشان صحته. دايما نقول للمرأة لما بتكون عايزة حاجة من زوجها، في حاجات بتيجي بالطلب المباشر، في حاجات بتيجي بالحيلة والحكمة والرفق. ودايما اما اكون انا خايفة على الزوج، مش عشان خايفة عليه مثلا تبقى انا صعبة في طريقة التعامل أو طريقة النصيحة أو بكون كده يعني بتكلم من باب إن أنا بدي تعليمات، لا أنا بتكلم معاه من باب إن أنا خايفة عليه، حريصة عليه، مش عايزة المدخنات اللي بياخدها دي تؤثر على صحتي. فأقول له أنا خايفة عليك، وممكن ألهيه بحاجة تانية بأي تصرف بحيث إنه ما ينزلش بشكل منتظم ويشرب المدخنات دي، اللي هي أكيد بلا شك حضرتك معاكي حق إنها يعني سبب في أذية الإنسان. نسأل الله أن يعافيه منها، ودعي له إن ربنا يكره فيها ويباعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، جميع الذنوب والخطايا، سواء كانت الذنوب دي صغيرة أو كانت هذه الذنوب كبيرة. دائما كده نرجو من الكريم أن يتغمدنا بواسع لطفه ورحمته، فنسلك الطيبات ونبعد أنفسنا عن الشرور والآثام. اللهم أمين. ست أم أحمد لها أخت صديقة، يعني هي اديتها، ست أم أحمد اديتها 10,000، وبعدين الأخت دي قالت لها الغويشة بتاعتي دي معاكي. ساعتها كان عدد جرامات الغويشة بيعادل الـ10,000 اللي هي اديتهم ليها. فبتقول إنه مر، قالت لها لو أنا ما قدرتش بعد سنة إني أسدد فالغويشة دي خلاص تبقى بتاعتك. وبتقول أنا بعد السنة، هي فعلا سابت لها الغويشة لأنها ما قدرتش تسدد المبلغ، ففي بقى زيادة لأنه الذهب غلي، فهي بتقول الزيادة دي من حقي ولا إيه؟ يعني طبعا الاتفاق اللي كان بينكم ده هو مبني على التراضي، ودايما نقول إن باب التراضي ده واسع، والاتفاق نفسه في أصله مشروع لا شيء فيه. يا ست أم أحمد يا صاحبة السؤال، بالنسبة لشيرين إن ليهم جارة توفيت
وهي ست كبيرة كانت سايبة مع واحدة قريبة ليها 1000 جنيه، ولاد هذه المتوفاة الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، أولادها دول بيشربوا مخدرات، سلوكهم مش مظبوط، فهي خايفة تقول لهم خدوا 1000 جنيه اللي عندي عشان لا يتهموها بما هو أكبر. فهي ادت 1000 جنيه لحفيدتها وقالت لها كأني أنا لا شفتك ولا أنت شفتيني. طبعا أنا لما يكون عندي أمانة لحد عموما يعني لا دخل لي إن الورثة دول ناس ملتزمة ولا ناس مش ملتزمة، لا ده هيضيعوا الفلوس ولا مش هيضيعوها، لا ده دي مش قصتي. رد الحق لأهله واجب. طيب أنا عايزة أعلمهم بس أنا خايفة منهم، أعمل أي حيلة، أدي الفلوس زي ما أنت اديتي للبنت دي، قولي لها حطيه في مكان كلهم مش حطيه في دولاب من دولابها، فيبقى أنت كده على الأقل إذا أنت مش عايزة تظهري. لكن هو الأصل إن لابد من إعلام الورثة بذلك، فهم أصحاب الحق. إن خشيتي لفساد أخلاقهم إن هم يأذوكي، فحاجي للبنية اللي أنت قلت لها دي، قولي لها روحي حطيه في الدولاب مكان ما هي كانت بتحط الحاجة، سيبيه في أي مكان، فيبقى أنت كده هم هياخدوه، هيعرفوا إن دي خاص بالست الوالدة المرحومة وياخدوه، ويبقى إذا أنت عاوز تعملي يعني حيلة. لكن الأصل إن أنا أدي الشيء لصاحبي تسليم الأمانة لورثتها، لأنه بعد وفاة هذه السيدة صار ما تركته معك تركة ترد إلى أهلها يا صاحبة السؤال. فإذا أنا أخشى من هؤلاء بنعمل أردت مش أرمي الفلوس وخلاص، بحيث أن تبلغ الورثة حتى وإن كان ذلك بالحيلة، إن خشيتي يعني هلاكا أو فسادا. الست أم ياسر عندها ابن عاوز يرتبط بواحدة، بتقول البيت كله مش موافق، وكان الزوج حلف يمين طلاق وبعدين خلاهم بعد كده يوافقوا، حلف يمين طلاق انه مش هيتجوزها، فهو رجع الابن اللي جات له حالة نفسية خلاهم يوافقوا انهم يدوا له فرصة يشوفوها، ولما يكون هناك ما يمنع من انه يتجوزها يبقى يمنعوه ساعتها يعني. فبتقول انا مشكلتي دلوقتي في يمين الطلاق لو ان الزيجة تمت. طبعا يمين الطلاق دايما أنا بحب زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين إن لابد من سماع ما تلفظ به أو من تلفظ بهذا اللفظ اللي هو الزوج يعني وقال إيه، فنرجو استشارة دار الإفتاء في ذلك. النقطة الثانية بخصوص الارتباط مطلقا، أنا عندي ابني ده متشبث بواحدة وإحنا بنجتهد، إحنا نظل في الاجتهاد لكن مش بالقهر وبالزعيق وبال، لأنه هو لو أمضى العقد فعقده هيكون يعني لو راح واتجوزها عقده هيكون سليم لأن هو بيجهز نفسه. فنرجو أن الأمور اللي زي كده تكون بهدوء بروية، ودايما تقولي له ادي نفسك وقت تدرسها وصلي صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة زي ما قلنا هي دعاء استعانة، دعاء الاستعانة كده زي ما كل دعاء خاص بأي حالة الإنسان بيستعمل الدعاء بتاعها. فأنا لما داخل مقبل على أمر أستخير ربي فيما أنا مقبل عليه، فأستعن على ذلك بما ورد في السنة المطهرة وهو دعاء الاستخارة. وفي ذات الوقت كما ورد في الأثر لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. هو مش سامعك قوي، اجي لحد يكون بيسمع له في العيله واقول له اتكلم معاه، قول له ادي نفسك وقت، ما نبتديش بالرفض، انما نبتدي وماله، طب ندرسها نشوف وضعها ايه، دي هتريحك ولا مش هتريحك. فاستقطب ابني ما خليهوش ينفر مني، وتبقى المساله توصل بقى لحد ان الزوج يستعمل يمين الطلاق في مثل هذه المواقف ويعلق عليها انه اذا تمت الزيجه يتم التطليق. لا، عايزين يبقى في خدوهات أكتر من كده صاحبة السؤال، وانتوا كمان تستخيروا، الإنسان يستخير إذا كان يعني من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، فأنا أولى الناس اللي أنفعهم أولادي، أستخير له وأدعي له أن ربنا يهيئ له من أمره رشدا، وربنا يصلح أحواله ويقرب منه الصالحات، يعني يقرب أن يختار من الصالحات ويهيئ نفسه إلى ذلك. فاللهم أمين يا رب العالمين، ونتوجه إلى الله العظيم بالدعاء ونسأله ونرجوه قبول الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، ونسألك فتحا مبينا، ونسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.